ويوم واحد عيسى رايق في قصة الزراعة، وده يوم السبت اللي هو يوم الراحة لليهود، والخدمة فوق حرام، وتلاميذة قاعدين يكسروا من قناديل القمح ويفركوهم في إيدينهم ويأكلوه. لكن فارسيين واحدين قالوا ما لا، أنتوا تسووا الخدمة ما حلال في يوم السبت. وعيسى رد ليهم وقال ما قريتوا الكتاب ولا نسيتوا الشيء الداود وجماعة سووه وقت الجو سواهم ولا هو أندس في بيت الله وأكل الخبز الأنطوها الناس لله، وده ما حلال لأي نادم إلا لرجال الدين، وداود ذات أكل وأنط منها لجماعة كله. وعيسى قال ابن الإنسان هو رب يوم السبت وأنا بس هو. وفي سبت آخر عيسى اندس في بيت الصلاة وقاعد يعلم الناس، وفي نادم واحد إيد الزينة ميتة، والفارسيين والعلماء فاكرين لعيسى عشان يدوروا يعرفوا كان هو بداوي نادم في يوم السبت، وفي فكرهم ده يبقى لهم فرصة ليخطوا فوق تهمة، لكن هو عرف فكرهم وحج للراجل الإيد ميتة وقال قم فوق قدام الناس، والراجل قم ووقف قدامهم. وعيسى حج ليهم وقال نسألك شيء واحد، شنو الحلال في يوم السبت، الخير ولا الشر؟ حلال لينا ننجو الناس ولا نهلكهم؟ وعيسى اللفت عشان يشيفهم كلهم في عيونهم وحج للراجل وقال مد ايدك، والراجل مداها وخلاص ايده حيد. لكن الفارسيين والعلماء زعلوا زعل شديد وقموا يشاوروا عن بيناتهم في الشيء اللي يقدروا يسووه لعيسى. وفي الوقت ده عيسى مرق وطلع في الحجر عشان يصلي، وطول الليل هو قاعد يصلي لله. وقت الوطاء أصبحت ونادى تلاميذه واختار منهم 12 وجعلهم رسل، وهم سمعان العيسى سمى بطرس، وأندريس أخوه لسمعان، ويعقوب ويوحنا وفيلبس وبرتلمة ومتى وتوما ويعقوب وليد حلفة، وسمعان البنادو الثوري، ويهوذا وليد يعقوب، ويهوذا الإسخريوطي البعدين يخون عيسى.